وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس 11 من دروس شرح الدرة المضية في القراءات 3 المرضية للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي في شرح فرش حروف سورة البقرة، وإن شاء الله نستأنف شرح فرش حروف هذه السورة اليوم بما يفتح الله به منها. كنا انتهينا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل حسنا معه تفاد وننسها، وتسأل حوى والضم والرفع الصلة. نبدأ اليوم إن شاء الله من البيت 69 من قول الناظم رحمه الله، تفضل. وقل حسنا معه تفاد وننسها، وتسأل حوى والضم والرفع الصلة، وكسر اتخذ أدسك كنرنا وأرن حز خطاب يقول طب وقبل ومن حلا، وقبل يعي إذ غبفة ويرتل خاطبا حز وأن نكسر معا حائز العلا. بارك الله فيك. طيب، قال الناظم رحمه الله: وقل حسنا معه تفاد وننسها، وتسأل حوى. وقل حسنا معه تفاد وننسها، وتسأل حوى. هنا عندنا في هذا البيت كم ترجمة، أو في هذا الجزء الذي قرأناه؟ أربع تراجم. حسنا، وقولوا للناس حسنا، أي قرأ يعقوب رحمه الله خلافا لصاحبه لأبي عمرو حسنا بفتحتين. أبو عمرو قرأته إيش؟ وقل حسنا شكرا، اللي بيقولوا في الشاطبية حسنا شكرا، العفو، صح؟ تمام. حمزة والكسائي فقط هما اللذان يقرأان إيش؟ حسنا. يعقوب يوافق حمزة والكسائي، وطبعا هو مدام خالف صاحبه ذكره. وقل حسنا معه تفاد، تفاد يعني يقرأ تفادوهم، وإن يأتوكم مسارى تفادوهم. طبعا صاحبه لا يقرأ هكذا، تفاد والضم إذراق نفلا، إذراق نفلا، هم اللي بيقرأوا تفاد. إذن يعقوب خالف صاحبه، خالف أبا عمرو فقرأ إيه؟ تفاد. أبو عمرو يقرأ تفدوهم، وإن يأتوكم أساري تفدوهم. وننسها أبو عمرو يقرأ إيش؟ ننسأها. وتسأل حوى، تسأل اللي بيقرأ تسأل نافع، وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا، فاللي بيقرأوا تسأل هم خلودا اللي هم سوى نافع. أما يعقوب فقد وافق نافعا، وإحنا طبعا مدام خالف أبو عمرو يذكر. هو هنا في الألفاظ الأربعة اكتفى باللفظ عن القيد، يعني ذكر القراءات بلفظها ولم يقل ضم ولا كسر ولا فتح ولا قل شيء، ذكر القراءة ملفوظا بها. يعني أي نستطيع أن نجمع هذا، نقول قرأ يعقوب رحمه الله حسنا بدل حسنا،
وقرأ تفادوا بدل تفدوا، تفدوهم، وننسها بدل ننسأها، وتسأل بدل تسألوا، مخالفا في الأربعة لإيه؟ لأبي عمرو. احنا ما يهمنا يوافق حد من السبعة أو لا يوافق، المهم أنه هو مخالف لإيه؟ لأصله، لثان أبو عمرو. ولو لنا فإن خالفوا أذكر، وإلا فإن خالف أحد منهم أصله ذكره. إذن قراءة يعقوب في هذه الألفاظ حسنة، تفاد ننسها، تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال عطف على اللفظ الأخير اللي هو مين؟ والضم والرفع الصلة، أي أن أبا جعفر رحمه الله قرأ بالضم والرفع. أي ضم وأي رفع؟ في تسأل نافع يقرأ إيه؟ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أما صاحبه أبو جعفر يقول ولا تسألوا، لأنه قال بالضم، ضم الأول والرفع. وطبعا احنا قلنا أن الشاطبي نادرا ما يتجاوز في استخدام علامات الإعراب والبناء، بمعنى لما قال ضم يبقى نعرف أن الضم للإيه؟ للتاء اللي هي علامة إيه؟ بناء. والرفع في اللام اللي هي علامة إيش؟ ها؟ هذا مفيد جدا في بعض الكلمات، لما قال والوتر بالكسر إيش؟ شائع. والوتر بالكسر إيش؟ شائع. لما قال بالكسر إذن هو بيتكلم عن إيش؟ بناء. يبقى إذن حمزة والكسائي بيقرأوا إيش؟ والشافعي والوتر، ولا ينصرف الذهن إلى الراء، ولا ينصرف الذهن إلى الراء اللي هي اللي تقع عليها علامة الإيه؟ الإعراب، لأن بالإجماع يقرؤون الشافعي والوتري أو الوتري، يعني الإعراب فيها واحد لكن البناء مختلف. فالشاهد أن أبا جعفر يقرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طب بقية الألفاظ اللي ذكرت يصير الباقيين موافقين أصولهم، يصير الباقون موافقين إيش؟ أصولهم. يعني حسنا، ها مين يقرأ حسنا في الثلاثة؟ ها يقرأ يعقوب ومعه خلف، لأن خلف موافق أصله، وأصله يقرأ إيش؟ حسنا. تفادوا، ها مين يقرأ تفادوا من الثلاثة؟ يقرأ يعقوب وإيش؟ أبو جعفر. يعقوب من المخالفة وأبو جعفر من الموافقة. إذ راق نفلا، ننسها يقرأ إيه؟ ننسها كالجماعة، يقرأ كالجماعة ننسها. طيب حد معاه؟ ها الثلاثة كلهم بيقرأوا إيه؟ ننسها، بس يعقوب من المخالفة وهم من الإيه؟ من الموافقة. تسأل يقرأ تسأل موافقا، لا يوافق أحدا من الثلاثة لكنه يوافق نافعا من الإيه؟ السبعة. والعكس أبو جعفر يقرأ تسأل بموافقة جمهور القراء ومخالفا لإيه؟ لأصله. وكسر اتخذ أد سك نرنا وأرن حز خطاب يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعي إذ غب فتى ويرت لخاطبا حز وأن نكسر معا حائز العلا. طيب قال رحمه الله وكسر اتخذ أد، أي قرأ أبو جعفر بإيش؟ ها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب وصاحبه كيف يقرأ؟ ها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طب من يذكرنا بالشاهد من الشاطبية؟ ها واتخذوا بالفتح عما وأوغلا، اتخذوا بالفتح عما وأوغلا. فإذن عما اللي هو نافع وابن عامر يقرآن واتخذوا من مقام إبراهيم أو إبراهام مصلى. إبراهام على قراءة إيش؟ ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان. إذن قرأ أبو جعفر واتخذوا موافقا للجمهور، موافقا للجمهور الذين إيه؟ يكسرون. سك نرنا وأرني حز، سك نرنا وأرني حز.
قرأ يعقوب أرنى وأرني، سواء أضيف لضمير الجمع أو أضيف لضمير المتكلم المفرد. قرأ بالإسكان، بإسكان الراء. طيب، هو قال إيش في الشاطبية؟ وأرنى وأرني ساكن الكسر دم يدا، ها؟ وبعدين قال وأخفاهما طلق، قال وأخفاهما طلق. إذن السوسي قرأ بالإسكان، وقرأ أبو الدوري بالإيه؟ بالاختلاس. وخد بالك الدوري الاختلاس قولا واحدا، لأن في البعض يشكل عليه أرنى وأرني مع يأمركم، باب يأمركم، لا يأمركم هذا وبرئكم، هذا باب للدوري فيه الاختلاس والإيه والإسكان. أما في أرنى وأرني له الإسكان الاختلاس قولا واحدا، وللسوسي الإيه الإسكان قولا واحدا. وهنا تأتي الصورة الثانية أو الثالثة للمخالفة، لأنه هو خالف أحد الراويين، خالف أحد الراويين، يعقوب بتمامه خالف، ها، خالف الدوري ووافق مين؟ السوسي. فلذلك نص عليه، قال سكن أرنى وأرنى حز. إذن قرأ يعقوب أرنى، أرنى الله جهرة مثلا، وأرنى مناسكنا بالإسكان، وأرني كيف تحيي الموت، أرني أنظر إليك، كل المواضع قرأها بإسكان الراء. وطبعا في حالة الإسكان تفخم الإيه؟ الراء، في حالة الإسكان تفخم الراء. طيب، والباقون أو الباقيان قرأ كأصولهما، ها، أرنا بالكسرة الكاملة، بالكسرة الكاملة. خطاب يقول طب، خطاب يقول طب، هي قوله تعالى ونحن له مخلصون، أم تقولون، أم تقولون. قرأ رويس بالخطاب، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية، فقرأ رويس بالإيه بالخطاب خلافا لصاحبه، وهو وخاطب في أم تقولون الخطاب كما على شفا، وفي أم تقولون الخطاب أو أم يقولون الخطاب كما على شفا، فالذين يخاطبون كما على شفا. إذن أبو عمرو من الذين يقرؤون بالإيه بالغيبة، بضمير الغيب، أم يقولون، لكن رويسا خالف أصله فقرأ بالإيش بالخطاب. وما دام نص على رويس إذن، ها، روح إيه كأصله، يعني رويس يقرأ أم تقولون وروح يقرأ إيه أم يقول. طبعا باستقراء الدرة أكثر الرواة على الإطلاق مخالفة هو رويس، يعني هو أكثر من يخالف أبا عمرو. ويعقوب في الجملة، يعقوب في الجملة هو الأكثر الثلاثة مخالفة، ورويس بالأخص. فقرأ أم تقولون إن إبراهيم بتاء الخطاب مخالفا لأصل، فيكون كل من أبي جعفر وروح وخلف موافقا لأصله. أبو جعفر وروح بالإيه بالياء، وخلف بالإيه بالتاء، لأن احنا قلنا إيه وفي أم تقولون الخطاب كما على شفا، فشفا يقرأ بالخطاب وخلف موافق لأصله في ذلك. ثم قال وقبل ومن حلا، وقبل ومن حلا، إيش اللي قبل ومن؟ يعني قرأ بالخطاب، قرأ بالإيه بالخطاب قبل ومن. طب وهي ومن ديت يعني في البقرة ما فيش إلا ومن واحدة، ها، ما فيش في البقرة كلها إلا ومن واحدة؟ لا طبعا، أنت دائما أما تشوف التراجم في الغالب الأعم بأكثر من 90% التراجم دائما تجي مرتبة، دائما تأتي إيه مرتبة. فهو يتكلم الآخر حاجة إيه أم يقولون، صح؟ طيب بعد كده قبل ومن
فين ومن؟ أول ومن تيجينا ها؟ اللي هو من حيث خرجت، اللي على رأس الآية يعني، اللي من حيث خرجت الثانية، لأن احنا عندنا من حيث خرجت كم مرة؟ ثلاث مرات ها؟ حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة. هنا من حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للإيه؟ للحق من ربك، وما الله بغافل عما. أيوة، اللي هي تعتبر قبل ومن الثالثة. أيوة، أبو عمرو بيقرأ إيش؟ بالغيب، وفي تعملون الغيب حلا، وأنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، وبعده من حيث خرجت، يعتبر من حيث خرجت الايه الثالثه. فهو يعقوب قرأ بالايه بالخطاب خلافا لاصله، قلنا فيه وفي تعملون الغيب حلا، فابو عمرو يقرأ بالغيب ويعقوب قرأ بالخطاب. وقلنا التراجم تأتي مرتبه، تراجم تأتي مرتبه، احنا بعد ان تقولون هذه. طيب، في واحده جاءت على غير الترتيب، لذلك قال ايش؟ وقبل يعي إذ غب، يعني قبل هذا الموضع فيه موضع اختلف فيه الايه القراء، في موضع اختلف فيه القراء قبل ومن حيث خرجت الأخيرة، اللي هي ايش؟ فولوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ها، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. فهنا قرأ في هذا الموضع وقبل يعي إذ غب، وقبل يعي إذ، وقبل يعي ها إذ، إذن قرأ بالخطاب في هذا الموضع ها أبو جعفر وروح، اللي هو أي موضع؟ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ها وما الله بغافل عما تعملون. طب مين اللي بيقرأ أصلا بالخطاب في هذا في الشاطبية؟ وخاطب عما يعملون ها كما شفى، وخاطب عما يعملون كما شفى، فإذا اللي بيقرأ بالخطاب كما شفى. طيب، أبو جعفر وروح يقرآن بخلاف أصليهما، فنبه عليه، فنبه على أن اسمه أبو جعفر وروح قرأ بالخطاب في هذا الموضع وما الله بغافل عما عما إيش تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. ولأن الترجمة جاءت مختلفة يعني على غير الترتيب، لذلك قال إيش؟ وقبل يعي، وقبل هذا الموضع ها، وقبل هذا الموضع جاء بالخطاب أيضا في لفظ يعملون لروح وأبي جعفر، وقبل يعي إذ. ثم قال غب فتن، احنا قلنا ان كما شفهم يقرؤون بالإيه ها بالخطاب، قال وغب فتن، أي أن ها خلفا قرأ بإيش ها بالغيب، قرأ بالغيب، يعني أي أن الثلاثة سوى رويس قرأوا بخلاف أصولهم في هذه الكلمة، أي أن الثلاثة سوى رويس قرأوا بإيه بخلاف أصولهم. رويس قرأ ها يعملون موافقا لأصله، وكذلك قرأ خلف، لكن إيش؟ لكن إيش؟ خلافا لأصله. وقرأ بالخطاب ها تعملون روح وأبو جعفر، اللي هي قال فيها إيش؟ وقبل يعي إذ، معطوف على خطاب. إذن قرأ أبو جعفر وروح بالخطاب ها خلافا لأصليهما، وقرأ خلف ورويس بالإيه بالغيبة، لكن رويس من الوفاق و خلف من الايه المخالفة. ويرتل
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. هذا معطوف على إيش؟ آخر ترجمة قال إيش؟ غبفة يعني اقرأ بالإيه؟ بالغيبة ولا بالغيبة؟ بالغيبة مش بالغيبة. اقرأ بالغيب أو بالغيبة. في ولو يرى الذين ظلموا، أي قرأ أبو جعفر بالإيه؟ بالغيب في هذا. وأصله يقرأ إيه؟ وأي خطاب بعد عما ولو ترى، أي أن نافعا وابن عامر يقرأان بالإيه؟ بالخطاب. أما أبو جعفر عطفه على غبفة على ترجمة الغيبة فقرأ ويرت له، أي بالإيه؟ بالغيبة. اقرأ بالغيب، أي قرأ أبو جعفر ولو يرى الذين ظلموا بياء الغيب كما لفظ به، كما لفظ به وكما هو معطوف على الترجمة السابقة. خاطبا حز، أي كلمة اللي نقرأ فيها بالخطاب؟ نفس الكلمة، نفس الكلمة، أي أن المرموز له بالحاء اللي هو يعقوب قرأ إيش؟ ها؟ ولو ترى الذين ظلموا، يعني يعقوب وافق نافعا وأبو جعفر خالفه ووافق الجمهور. إذن في هذه الكلمة ولو يرى بالغيب لأبي جعفر وبالخطاب ليعقوب. طب وخلف بالغيب من الوفاق، بالغيب لكن من الوفاق، لذلك لم يذكره. وأن نكسر معا حائز العلا، هذه في نفس الآية، ولو يرى الذين ظلموا أو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب. ومنين عرفنا أنه قصد الموضعين؟ قال معا، قال إيش؟ وأن نكسر ها معا، يعني أن الاثنين اللي وراء بعض، أن الاثنين اللي وراء بعض. وأن نكسر معا حائز العلا، أي أن أبا جعفر ويعقوب قرأ بكسر الهمزة في أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. طبعا الألفاظ أو الفرشيات التي تزيد فيها الدرة يعني غير موجودة أصلا في الشاطبية ليست كثيرة، يعني هي الموضوع أن هذا يخالف أصله ويوافق إيش؟ آخر من السبعة أو الجمهور من السبعة أو واحد من السبعة. لكن الزيادات اللي في الدرة اللي هي غير موجودة في الشاطبية طبعا لا تعد شيء كبير في الإيه؟ في الدرة، لا في الأصول ولا في الفرش. طبعا في الفرش أقل، الأصول قد تزيد النسبة قليلا، وهذه منها، هذه منها، لأنه لا أحد من السبعة يقرأ بالكسر في هاتين اللفظتين، لا أحد من السبعة يقرأ بالكسر. وإذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب، هذه لم يقرأ بها أحد من السبعة. وعلى هذه القراءة على أحد أوجه الإعراب فيها أن على الاستئناف يجوز الوقف، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا. وعلى وجه آخر أنه لا يسوغ على تقدير القول قائلين إن القوة لله، أو مع تقدير القول على أي حال، ففي هذا لا يجوز الوقف، لكن على أحد الوجهين يجوز الوقف على كسر الهمزة هنا. طيب، إذن قرأ أبو جعفر ويعقوب إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب. طبعا خلف كيف يقرأ؟ بالفتح كأصله، لذلك لم يذكره. انتهينا من البيتين دول. طيب ننتقل اللي بعدهم، تفضل يا شيخ. وأول يطوع حل الميت تشددا، وميته وميتا أدولا عام حللا، وفي حجرات طلوة في الميت حز، وأول الساكنين اضمم فتى وبقل حلا. وأول وفي حجرات طلوة في الميت حز، وأول الساكنين اضمم فتى وبقل حلا.
بكسر وطاء الطر فاكسره آمنا، ورفعك ليس البر فوز وثقلا. بارك الله فيك. ورفعك هذه سنوخرها قليلا. طيب، قال وأول يطوع حلا، أي قرأ يعقوب رحمه الله في آية الصفا والمروة: ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، خلافا لأصلها. من الذي يقرأ يطوع في البق في السبعة؟ حمزة والكسائي. حمزة والكسائي هما اللذان يقرأان يطوع، ويعقوب خالف أصله فقرأ هنا في هذا الموضع فقط الأول، قرأ بإيش؟ بالفعل المضارع، والجمهور يقرؤون بفعل ماض، ومن تطوع، ومن تطوع خيرا. وقرأ خلف كذلك من الوفاق، وأبو جعفر على أصله، يعني كيف أصله؟ ومن إيه؟ تطوع. وهم على أصولهم في الموضع الثاني اللي هو في آية الصيام، اللي هو في آية فمن تطوع خيرا فهو خير له. طيب كيف على أصولهم؟ أبو جعفر ويعقوب يقرأان فمن تطوع خيرا، ويقرأ خلف ومن يطوع خيرا. فيتلخص مما ذكر أن أبا جعفر قرأ بالفعل الماضي في الموضعين، يعني قرأ في المرتين إيه؟ فمن تطوع. طب ويعقوب قرأ كذلك في الثاني في آية الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن خلفا قرأ بالمضارع اللي هو يتطوع في الإيه؟ في آية السعي وفي آية الصيام. أما يعقوب فوافقه في الإيه؟ في الأول فقط. إذا نحن يعني فصلنا في أبي جعفر وخلف أكثر من يعقوب، نقول إن يعقوب قرأ في الأول بالماضي يتطوع، وقرأ في الثاني إيش؟ تطوع. ثم قال نعم، قرأ يتطوع في الأول وتطوع في الثاني. وقوله الميت تشددا، وميت وميتا أد، أي قرأ أبو جعفر لفظ الميتة المعرف، طبعا المنكر سيأتي، قرأ المعرف بتشديد الياء وكسرها، تشديد الياء وإيه وكسرها، الميتة في كل القرآن الكلام على الإيه المعرف، المنكر سيأتي، وطبعا معرف ومنكر يقرأ وميتا كمان. وأطلق هذا اللفظ فاندرج فيه المواضع الأربعة، وهي في البقرة والمائدة والنحل وياسين. وافق ياسين، وافق أصله في ياسين، لأنه وقال الشاطبية والميتة الخف خولة، والميتة الخف خولة، أي أن القراء الستة قرأوا اللي هما غير نافع قرأوا إيه؟ وآية لهم الأرض الميتة. إذا النفع قرأ بالإيه؟ بدون تخفيف تشديد. فهو أبو جعفر يعني قرأ الجميع بالتشديد، فلكنه يعتبر موافقا في ياسين ومخالفا في الإيه؟ في بقية المواضع. زي هنا مثلا: إنما حرم عليكم في البقرة، احنا طبعا بنتكلم عن فرش البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي كذلك في المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب، والنحل كذلك. إذن قرأ كلمة الميتة كلها بالإيه؟ بالتشديد، سواء وافق أصله أم خالفه، وافقه في ياسين وخالفه في الباقي. وكذلك شدد الياء من لفظ ميتة
منكراً حيث وقع. طبعاً احنا اللي اتكلمنا عليه الايه المعرف صح؟ ها؟ وكذلك شدد ميته منكراً حيث وقع وذلك في موضع موضعي الأنعام. وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء، لأنه يقرأ بالتأنيث ويقرأ بالإيه بالرفع، وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء، إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا، ويقرأ أيضا بالتأنيث وبالرفع. فقرأ في موضعي الأنعام بالتشديد، الشاهد هنا التشديد مش التذكير والتأنيث، الشاهد هنا التشديد. ولم يشاركه أحد في تشديد هذا اللفظ في موضعي الأنعام اللي هو المنكر، المنكر لم يشارك. وكذلك شدد لفظ ميتا حيث وقع، ميتا الإيه المنكر. طيب، وذلك في الأنعام وفي الفرقان والزخرف والحجرات وقاف. الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه، احنا مش هنجيب الموضع كله بس لأن الأنعام له خصوصية. فقرأ كل كلمة ميتا ها بالإيه بالتشديد. طيب اللي في الأنعام هذا من الموافقة ولا من المخالفة؟ ها؟ والميتة تشددا وميتا وميتا أبد. طبعا موضع الأنعام يشدده نافع، فهو لكن هو أبو جعفر ليش ذكروا لأنه هو إيش كله يعني قرأ ميتا وميتا ميتا وميتا أبد كل ميتا سواء وافق أصله أم إيه أم خالفه. وافقه يعقوب في موضع الإيه الأنعام. من أين أتينا بهذا؟ ها؟ والأنعام حللا. طب واحد يقول طب الأنعام فيها وإن يكن ميتة صح؟ وإلا أن تكون ميتة وفيها أو من كان ميتا، مش معنى احنا خصصنا إيش؟ خصصنا ميتا في هذا الموضع. طبعا هذا يوضحه النص عليه في التحبير، وقال أو من كان ميتا بالتشديد لنافع وليعقوب وأبي جعفر ويعقوب، خصص الموضع. هذا من جهة. والجهة الثانية العطف على الأقرب، لأنه أقرب مذكور له هو إيش؟ وميتا وميتا أبد. آخر كلام آخر ترجمة كان إيه؟ ميتا. والأنعام يعني لفظة ميتا في الأنعام بالتشديد لإيه؟ ليعقوب. فلا يتوهم أن يعقوب يشدد لفظ الميت كله في سورة الأنعام، لا، يشدد فقط ها في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحيينا فقط، بقية الإيه. والدليل على هذا العطف على عطف الأنعام على لفظ إيش ميتا. فمعنى قوله والأنعام حللا أن يعقوب يوافق أبا جعفر في موضع الأنعام كما يوافق رويس. وثم قال إيه وفي حجرات إيه طل، وفي حجرات طل، أي أن رويس وافق أبا جعفر في موضع الإيش الحجرات اللي هي إيش أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. إذن وطبعا هذا ميت اللي في سورة الحجرات أيضا قرأه نافع بالتشديد وميتا لدى الأنعام والحجرات إيه خذ، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ. فإذا يا أبو جعفر على أي حال شدد ميتا أيا كان، سواء كان من موافقته لنافع أو من إيه مخالفته له. وكذلك الميت المعرف ها شدده حيث وقع سواء وافق نافعا أم خالفه. وكما ذكرنا مرارا أن الفرش المشبه للأصول حفظه
للطالب مهم جدا، نفس أهمية الإيه الأصول. لماذا؟ لأنه يريحه من أشياء كثيرة. خلاص أنت عرفت أن أبو جعفر يشدد الميتة وميتة وميتا، وكله كل ما جاء من هذا يشدده، من الوفاق ومن الخلاف كله يشدده، فهذا يريحه كثيرا. يعني لو أنت تحضر قراءة أبي جعفر فتعرف هذا، أو تعرف مثلا بيوت أنه يضم بيوت أضمما كما سيأتي، أو ليحكم جهل حيث جاء ليحكم، فهذا لما تعرفه يوفر عليك كثيرا من عناء التحضير الايه الفرش. يصير يعني عندك الأصول ثابتة وعندك الفرش المضطرب، يصير باقي الفرش هذا يعني أمر حفظه يكون أيسر. طبعا الأصل على أي حال هو حفظ المتون، لكن أنا أقول ربما واحد يقرأ قراءة أو قراءتين أو رواية أو روايتين لسه في البداية، لا نلزمه بحفظ الشاطبية مثلا كاملة أو كذا أو الدرة، لكن هذا يساعده كثيرا، حفظ الفرش المضطرب أو اللي بعضهم يقول الفرش المشبه للأصول، هذا يريح الطالب كثيرا في ضبط الإيه القراءة أو الرواية. طيب سنأتي الآن، إذن يعقوب يوافق في موضعين، واحد يعقوب بتمامه اللي هو أوى من كان ميتا في سورة إيش الأنعام، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا يوافق أبا جعفر رويس على تشديده، يعني واحد أبو يعقوب بكماله وواحد لرويس. وفي الميت حز، أي أن يعقوب رحمه الله قرأ بتشديد الياء في لفظ الميت المعرف، وفي الميت إيه حز، يعني نحو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أما المنكر مثل لبلد ميت أو إلى بلد ميت فهو فيه موافق لأصله في التخفيف. سيأتي الآن تلخيص مذهب أبي جعفر وفي ومذهب يعقوب، إذا لم يأتي نشير إليه. خلاصة مذهب أبي جعفر في هذه الكلمات أنه يقرأ بالتشديد من لفظ الميتة الإيه المعرف، حيث وقع وعددنا السور البقرة والمائدة والنحل وياسين، ومن لفظ ميتة المنكر في موضعي إيش الأنعام، ويقرأ بتشديد الياء من لفظ ميتا حيث وقع أيضا في كل القرآن في الأنعام والفرقان والزخرف والحجرات وقاف، وهو يوافق أصله في لفظ الميتة في سورة إيش سورة ياسين فقط، خليكم مع العرض مش مع الكتاب. ولفظ ميتا خلاص قلنا الميتة أيوة، وميتا بالأنعام يقرأه أيضا بالتشديد في الأنعام والحجرات، وانفرد هذا من الموافقة، وانفرد بالتشديد فيما عدا هذين اللفظين مما ذكر، يعني فيما عدا هذين الموضعين مش اللفظين. أما لفظ الميت المعرف ولفظ ميت المنكر فهو يقرأ فيه بالإيه بالتشديد، لكن التشديد هنا إيش من الموافقة، لأن نافع يقرأ الميت وميت يقرأها بالإيش بالتشديد، ولذلك سكت في النظم عن هذين. طيب أين خلف؟ هو موافق أصله سواء تخفيفا أو تشديدا، يوافق أصله سواء تخفيفا أو تشديدا، وهو في الميتة بالتخفيف وميت والميت بالإيه بالتشديد، وميتا بالتخفيف، يعني أنا أذكر أصله، وميتة أيضا بالتخفيف عنده. طيب من يذكرنا بيعقوب يعقوب كيف يقرأ يقرأ الميتة بالتخفيف، الميتة كله بالتخفيف، وميتا بيقرأها بالتشديد في موضع اللي هو في الأنعام
ورويس في الحجرات. خلاص الميت المعرف اللي هو مذكر يعني مذكر ومعرف يقرأه بالتشديد، الباقي بالتخفيف اللي هي ميتة وميتا في غير الموضعين المذكورين وميت، هذه كلها بالإيه بالتخفيف موافقا لأصلها. طيب ثم قال وأول الساكنين نضم فتى وبقل حلا. وأول الساكنين نضم فتى، طبعا ولم يتكلم كيعني الشاطبية بالتفصيل اللي هو ضمك أول الساكنين لساكن يضم لزوما كسره في ند حلا إلى آخره، وإنما قال وأول الساكنين نضم فتى أي أن خلفا رحمه الله قرأ بالإيش بضم أول الساكنين، لأنه قال في الشاطبية كسره في ند حلا كسره في ند حلا. طيب احنا نذكركم بالمسألة، مثلا في قوله تعالى فمن اضطر أو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا، هذه أمثلة الإيش الساكنين. يعني عندنا فمن اضطر، فمن ساكن اضطر، عندنا الهمزة الوصل بتسقط وبعدين يصير عندنا ساكن تاني اللي هو الايه الضاد، فكيف نتخلص من الساكن؟ الاصل في اللغة في التخلص الكسر، الاصل في اللغة في التخلص الايه الكسر، وقد يعدل عنه الى الايه الى الضم لسبب ما. ف احنا عندنا في الشاطبية في ند حلا هؤلاء هم الذين ايه يكسرون، يعني يقول فمن اضطر والباقون يقرؤون ايش فمن اضطر، الباقون يراعون الايه الثالث، الباقون يراعون الايه الثالث، ننظر لثالث الفعل، ان كان ثالث الفعل مضموما فنضم الساكن الاول، نضم الساكنة الأول. طب فين الساكن الثاني؟ الضاد في الطرة مثلا، أو قال تخرج الخاء في إيه أخرج، أن يقتلوا القاف في أقتلوا، ماشي هذا الإيه هذا اللي يسمى الإيه الساكن الثاني. ولذلك قال وأول الساكنين، وأول الساكنين اللي هو الساكن الأول اللي في الكلمة الأولى، اللي في الكلمة الأولى أضمم فتن، هو أصله في ند حلا بيكسر فهو نبه إلى أن خلفا يعمل إيش يضم، نبه إلى أن خلفا يضم أول الساكنين، يعني حمزة يقول فمن اضطر قال تخرج، وخلف يقول إيه فمن اضطر قال تخرج، والتنوين داخل في هذا الساكن، التنوين داخل في هذا الايه الساكن، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت لايه في ند حلا في ند حلا. طبعا ابن ذكوان عنده تفاصيل، بس ابن ذكوان مش معانا في الثلاثة فاحنا لن نتكلم عن تفاصيله. الباقون بايش يضمون، اذا كيف نقرأ لخلف مثلا لانه قال ضم، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نو، لأن في بعضهم يفكر الضم هنا يروح إيه ضامم التنوين نفسه، يعني اللي هي الحركة، يقول كشجرة خبيثة مش كشجرة، كيف شجرة شجر كشجرة خبيثة ما تصبح، احنا بنضم النون، بنضم الإيه النون اللي هي بتاعت التنوين، نضم نون التنوين، أقول كشجرة خبيثة نجتثت، خبيثة نجو نو نو خبيثة نجتثت برحمة ندو برحمة ندو خلوها، ماشي لا نضم الحركة الإعراب نفسها وإنما نضم الإيه التنوين. قال تخرج،
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا. طيب إذن خلف يضم. طيب وأبو جعفر مسكوت عنه لأنه قالوا بيقول حلا، ها خلف أبو جعفر موافق لأصله يعني بالضم برضه. طيب ويعقوب الأصل عنده إيش؟ كسره في ند حلا، كسره في ند حلا. إذن يعقوب الأصل إنه هو يكسر كأبي عم. قبل ما ننتقل لهذا بس نريد أن نفصل مسألة. هو لما في مثلا إن الحكم إلا لله، هذه نضم ولا نكسر؟ ها في الأفعال. لا هم وضعوا ضابط أدق من ذلك، قالوا إحنا ننظر كيف نبدأ بالهمزة الوصل اللي قبل الساكن الأول الساكن الثاني. إن الحكم إحنا نبدأ فيها كيف؟ الحكم. ها هاتولنا مثال آخر يشبهه. ها لا خلي امرؤ غير امرؤ، لا أنا قصدي معاه زي كذا، قل الحكم. إن الحكم إلا لله. ها قل الله، أحسنت. فإحنا ننظر كيف نبدأ بالإيه بالكلمة. الكلمة إن كان بنبدأ فيها بضم، ها إن كان بنبدأ فيها بضم هي اللي ينطبق عليها القواعد التي نقولها الآن. يعني هذا يخرجنا من حتى قضية لزوم الضم. مثلا عندنا الحكم، إن الحكم قل الله. ها مثال آخر، حد يجيب لنا ثالث فعززنا بثالث. إيش طيب ماشي، أتعظون قوما الله مهلكهم. فهنا بس هي نفس اللفظة، أنا كنت أريد لفظة مختلفة. المهم على أي حال أنت بتبدأ هذه الكلمات بإيه؟ يا إما بفتح زي مثلا الله، مثلا امشوا بنبدأ بإيه؟ بكسر، لأن الضم الثالث غير لازم. نعم أي نعم. فهذا إذا كنت تبدأ الكلمة بكسر أو فتح، يعني تبدأ بسوى الضم، فهذه لا تدخل معنا في الكلام، هذه لا تدخل معنا في الذي نتكلم عنه. إنما اللي يدخل معنا هو ما يبدأ بإيه؟ بضم. مثلا بغلام اسمه يحيى، بغلام اسمه يحيى. إحنا لما نبدأ نقول إيش؟ سيب الغلام على حال، خلي الغلام ها اسمه، نبدأ بكسر. فهذا إذا كنا نبدأ بكسر أو بفتح، يعني لا نبدأ بضم في البدء، يعني إذا فصلنا الكلمتين عن بعض، فهذا غير داخل معنا في المسألة. اللي يدخل معنا اللي نبدأه أصلا بضم. فإذا كنا نبدأ بضم لابد الضم الثالث يكون أصلي، لابد ضم الثالث يكون أصلي. فمثلا كلمة امرؤ زي ما قالوا الإخوة، كلمة امرؤ هذه طبعا من الكلمات العجيبة في اللغة، فهي تأتي بأشكال مختلفة حسب الإعراب. ما كان أبوك امرأة سوء، وكل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. إن امرؤ هلك، إن امرؤ. وهي على أي حال بنبدأ بالإيه؟ بالكسر. يعني لو بدأنا بالكلمة لوحدها حتى لو امرؤ بنبدأ بالإيه؟ بالكسر، لأن هذا الضم اللي فيها لا ضم غير إيه؟ أصلي، إنما هو ضم إعراب، ضم إعراب وليس ضم بناء. الشاهد أن اسمه إيش؟ خلف يقرأ بضم أول الساكنين، وكذلك أبو جعفر. خلف من من المخالفة، وأبو جعفر من الموافقة. طيب ويعقوب يكسر من الموافقة، لكنه قال وبقل حلا. بقل حلا بإيش؟ بالكسر. بقل حلا يعني ابدأ بإيه؟ يعني اكسر. قل ادعو، قل ادعو.
يعني يكسر كأصله، لأنه هو أصله أنه يكسر أول الساكنين، لكن استثني لأبي عمرو حالتين أو حالتان، استثني لأبي عمرو إيه حالتان، قل ادعوا أو انقص، قل ادعوا أو انقص، قال تخرج أنا معبودا محظورا ننظر مع سوى أو وقل لابن العلا، سوى أو وقل لابن العلا، يعني استثني لابن العلا لأبي عمرو ها أو وقل. طب يعني أو وقل هذه مستثنى لهم من أي جهة؟ بالضم، يقرأ بالضم فيهما، فلذلك هنا نقول هو قال وبقل حلا، يعني اقرأ بقل بالكسر ليعقوب خلافا لأبي عمرو. إذا يعقوب يضم في حلا واحدة بس، ليش؟ أو يعني في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، كيف يقرأ؟ يقول إيه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ولو أنا كتبنا عليهم، احنا بنقرأ ليعقوب، ولو أنا كتبنا عليهم ها أن اقتلوا، لأنه كأصله كسروا في ند حلا، ولو أنا كتبنا عليهم ها أن اقتلوا، هذه القاعدة العامة لأبي عمرو، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا، يكسر الأولى ويضم الثانية. هو الشاهد أنه لا يضم إلا في إيه؟ في كلمة أو فقط، باقي الباب يكسره كأصله ويزيد عليه في كلمة إيه؟ قل التي خالف فيها أبي عمرو. طيب نرجع تاني للشرح، وقوله أول الساكنين نضم فتى وبقل حلا بكسر، معناه أن خلفا قرأ بضم أول الساكنين نحو فمن اضطر ولقد استهزئ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وأن يعقوب قرأ أول الساكن بكسر أول الساكنين إذا كان الأول اللام من كلمة قل، ويوافق أصله في غير قل، ويوافق أصله في غير إيه قل، يعني يضم في كلمة أو ويكسر في إيه في باقي الباب، ويكسر في باقي الباب. ثم طيب فمن اضطر لسه الكلام عنه، إذن عندنا يقرأ خلف بالضم، ويقرأ أبو جعفر بالإيه بالضم أيضا، أما يعقوب فيقرأ بالكسر كأصله في جميع الباب ويزيد عليه قل اللي هي أصلا أبو عمرو يضمها، يكسرها يعقوب ولا يضم إلا لفظة إيش أو فقط، طبعا أو إذا جاء بعدها بالشروط التي ذكرناها سابقا. ثم قال وأول الساكنين يضمن فتن وبقل حلا بكسر وطاء الطر فاكسره آمنا، وطاء الطر فاكسره آمنا، أي أن أبا جعفر قرأ ها يقول إيش وطاء الطر فاكسره آمنا، يعني كيف يقرأ الطر؟ طيب نشوف هتصير إيش طر اضطر مش كده ولا اضطر؟ طيب طب هو احنا الشاهد الآن هو طب هيكسر الطاء خلاص انتهينا من الطاء، طيب فمن هنكسرها ولا نضمها؟ ليه الثالث مكسور؟ كسر عرض كيف يعني؟ ايش اللي عرضه؟ طيب نقل راح فين؟ ها يعني كل فعل لم يسمى فاعله نبدا بالضم، هذه قاعده يعني ولا استقراء؟ هي اصل الكلمه اضطرر، اصل الكلمه اضطرر، فهو الكسر هنا، الكسر هنا عارض، لان نقلت حركة الراء، نقلت حركة الراء إلى الإيه؟ إلى الطاء، فلم يعتدوا بهذا العارض كما لم يعتدوا بالضم في امشوا، كما لم يعتدوا بالضم في امشوا واقضوا أخواتها الأربع كلمات،
لم يعتدوا بالضم هناك، وهنا أيضا لم يعتدوا بالإيه؟ بالكسر، لأن أصلها أضطر، وإنما نقل هي أصلها أضطريرة طريرة، فهي نقلت حركة الراء الأولى المفكوكة المفكوكة، لما نفك الكلمة نفكها تطلع أضطريرة، فنقلت حركة الراء هذه إلى الطاء ولم يعتد بها، ولذلك نبدأ بضم، وإذا وصلنا تقول أضطر في إذا بدأ، وإذا وصلتها في من تقول فما نضطر بالضم أيضا. واضح؟ ورفعك ليس البر فوز وثقلا، ولكن وبعد انصب أرشدد لتكملوا، كموص حما والعسر واليسر أثقلا. عندك بالرفع بالضم النصب يعني؟ نعم. طيب، يعني العسر واليسر الظاهر أنها أقرب. ولا عندك أثقلة؟ أثقلة أثقلة. طيب أنت راجل لغوي، تيجي العسرة واليسرى أثقلة، يبقى على أنها يعني مثنى. نعم. مثنى إيه. أثقلة. طيب ماشي. ولكن وبعد انصب ألشدد لتكملوا، كموص حما والعسرى واليسرى أثقلا، ولذن وسحقا لكل إذ أكلها ولذن وسحقا لكل إذ أكلها الرعب. الرعب. ولذن وسحقا لكل إذ أكلها الرعب، وخطوات سحت شغل رحما حوى العلا، ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا رسلنا ونذرا وركل ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا، حما عذر نويا قربة سكن الملا سكن الملا، ونذرا ونكرا رسلنا ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا، حما عذر نويا قربة سكن الملا، بيوت ضمما وارفع. طيب يكفي بارك الله فيك. قال ورفعك ليس البر فوز، أي قرأ خلف ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بالإيه؟ بالرفع، خلافا لإيه؟ لأصله، لأنه قال في الشاطبية ورفعك ليس البر ينصب في علا، حمزة وحفص يقرأان بالإيه؟ بالنصب. طبعا هذا الموضع الأول، لأن الموضع الثاني متفق على رفعه، أن الموضع الثاني اللي هو يسألونك عن الأهلة قل يا مواقيت للناس والحج، وليس البر، هذا متفق على رفعه، وإنما الخلاف في الإيه؟ في الموضع الأول، الخلاف في الموضع الإيه؟ الأول اللي هو في اللي بيبدأ بليس البر أن تولوا وجوهكم. فقرأ خلف برفع الراء، وكذلك أبو جعفر ويعقوب من الوفاق، يعني خلف من المخالفة، ويعقوب وأبو جعفر قرأ بالرفع أيضا من الإيه؟ لكن من الإيه؟ من الوفاق. وثقلا ولكن وبعد انصب ألا، وثقلا ولكن وبعد انصب ألا، يعني أن أبا جعفر قرأ ولكن البر، قال وثقلا ولكن وبعد انصب، فقرأ أبو جعفر بتثقيل الإيه؟ النون والإعمال، يعني إن لكن تعمل فتنصب الذي بعدها، ولكن البر من آمن، وكذلك الموضع الثاني في ولكن البر من اتقى، فقرأ أبو جعفر في الموضعين بتشديد النون وبنصب الإيه؟ البر على إعمال لكن. طيب هذه واضحة ولا ننتقل لبعدها؟ أشدد لتكملوا كموص حما، أي أن يعقوب قرأ ولتكملوا العدة بتشديد الميم، ويلزمه فتح الكاف، يلزمه صرفيا، يعني في أشياء قد ينص عليها وفي أشياء لا يحتاج إلى النص عليها،
ما يصلح أن نشدد لتكمله الميم، نشدد الميم والكاف تبقى كما هي إيه ساكنة، لابد أن تفتح الكاف لغة، ولتكمله كقراءة من ها، وفي تكمله قل شعبة الميمة ثقلا، أي أن يعقوب وفق شعبة بالقراءة بالإيه بالتشديد. وقرأ أيضا فمن خاف من موص جنفا، وإيش عرفنا أنه يقرأ بالتشديد هنا لأنه قال كموص، يعني اقرأ لتكمله بالتشديد، ومثلها اقرأ إيش كموص كموص، وموص ثقله ها إيش ثقله صح شلشلة، فهو يقرأ بالتشديد ولتكمله، ويقرأ بالتشديد ها فمن خاف من موص جنف. طيب إذا عندنا في اللوحة هذه كم ترجمة؟ ثلاث أو أربع تراجم أساسية. قرأ خلف وليس البر في الموضع الأول بالرفع، والموضع الثاني متفق عليه، وكذلك قرأ أبو جعفر ويعقوب، وقرأ أبو جعفر ولكن البر في موضعيه بالتشديد والنصب، قال وثقلا ولكن وبعد انصب ألا، وكذلك قرأ صاحباه، وكذلك قرأ صاحباه لكن من الايه من الموافقة، وقرأ يعقوب بالتشديد فيه لتكمل وموصن، ثم قال والعسر واليسر أثقلا، أي أن لفظ اليسر والعسر أثقلا، هو يمكن يعني العسر واليسر الذي ذكرها يمكن إنما العسر يسرا، والثاني في مجرور وفي منصوب. طيب والعسر واليسر أثقلا، أي أن أبا جعفر قرأ بالإيش بالتحريك، تحريك سين العسر واليسر، وطبعا هم قالوا التحريك هنا لا يكون إلا إلى الضم، ولأن الضمة هي أثقل الإيه الحركات، وعبر عنه بالإيه بالثقل، لأن الحركة أثقل من الإيه من السكون، وأثقلها على الأرجح هو الضم، أثقل الحركات على الأرجح هي الضمة، فلذلك قال والعسر واليسر أثقلا، يعني يقرأ إيش إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يفهم أنه أثقلا أنه فيه تشديد هنا، لا إنما هو تحريك، والتحريك هنا بالإيه بالضم، التحريك هنا بالإيه بالضم، ويريد من العسر واليسر هذا اللفظ معرفا ومنكرا وما تصرف منه أو منهما، معرفا زي يريد الله بكم العسر اليسر ولا يريد بكم الايه العسر، ومعرف ومنكر في نفس الآية إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكذلك في فسنيسره لليسرى أو فسنيسره للإيه للعسرى، هذه كلها تدخل فيها سواء معرف منكر أو اشتق منه شيء آخر زي اليسرى والعسرى، كذلك كلها بضم السين، كلها بضم السين، وكما قلنا أنه قصد بالإثقال هنا النقل من السكون إلى الحركة، الحركة اللي هي الضمة اللي هي أثقل الإيه الحركات. لغة ولذن وسحقن لك وسحقن لقلو إذ، أي طبعا هو عطف الكلام هذا على إيه العسر واليسر، أثقلا يعني بالضم، يعني اقرأ بالضم أيضا هذه الألفاظ لأبي جعفر، اقرأ هذه الألفاظ بالضم لأبي جعفر، يصلح أبا جعفر ولا ما يصلح ها؟
يصلح؟ نايمين ولا صحيين؟ طيب يصلح لكن أقل يعني من مش المشهورة. قرأ أبو جعفر كذلك بضم ذال الأذن. طيب ما هي ذال الأذن مضمومة؟ لا لنافع، لا لنافع ليست مضمومة. وكيف أتى أذن به نافع تلا؟ وهو إيش؟ قال وفي كلمة عطفها على إسكان رسلنا وسبلنا للبصري، وفي رسلنا ثم رسلهم ثم رسلكم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلة، وفي كلمات السحت عم نهافة، وكيف أتى أذن به نافع. فنافع يقرأ إيه؟ والأذن، أو قل هو أذن بسكون الذال، لكن أبا جعفر خالف أصله فقرأ بالإيه؟ قرأ بضم هذه الإيه اللفظة، قرأ بضم هذه اللفظة الأذن منكرا ومعرفا، قل هو أذن، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن كالجماعة. وقرأ كذلك بضم حاء فسحقا، فسحقا لأصحاب السعير، طبعا خلافا لنافع، لأن سحقا اللي بيضمها مين؟ الكسائي. فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رب، اللي بيضم هذا فقط هو الإير كسائي. فأبو جعفر قرأ بالضم هنا فسحقا، وبضم كاف الأكل، ويشمل ذلك أكله والأكل وأكل خمط، يعني يشمل كل مادة الإيه الأكل. وهذه كلها لغات في الكلمات، هذه كلها اللي قبل واللي بعد، العسر واليسر بالإسكان وبالضم والأذن وسحق، هذه كلها لغات في الكلمات بالإسكان وبالإيه وبالضم. طبعا لغات يعني مش إنجليزي وفرنسي وألماني وإيطالياني، لا يعني لغات للعرب، يعني بعض العرب قرأوا نطقوا هكذا، وبعضهم نطق بهذا، بعضهم نطق بالإسكان وبعضهم نطق بالإيه بالضم. فإذن الألفاظ حتى الآن اللي يضمها أبو جعفر ها العسر واليسر وما اشتق منهما ها، والأذن سحقا، الأكل بجميع مشتقتها أكلها وأكله وأكل، بعدين قال أكلها الرعب، هذه حط فيها نص خاص ربما عشان يدخل معاه يعقوب، أو يعني لأن هذه لها نص خاص في الإيه في الشاطبية، أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلى. فقال أكلها الرعب إلى قول حوى العلا. طبعا يعني الكلمات هذه كلها، يعني احنا حطينا نقاط يعني الكلمات كلها اللي ذكرها. وقال أكلها يعني بالضم أكلها الرعب بضم الإيه العين، وخطوات طبعا الرعب بسكون الباء في النظم ها وبضم العين، وخطوات بسكون الطاء في الايه في النظم، لكنها ليعقوب ولأبي جعفر مضمومة. سحت ايضا في النظم بالسكون، لكنها المقصود انها ايش مضمومة. هنعيد الالفاظ في الاخير، شغلي بدون تنوين، شغلي يعني واحدة منونة والثانية يعني غير منونة، وهكذا الأربع ألفاظ. رحما أي أن أبا جعفر ويعقوب معا اتفقا على ضم هذه الألفاظ. احنا ذكرنا اللي انفرد به ايش أبو جعفر عن أصله، خد بالك عن أصله، يعني هو مش انفرد بمعنى كلمة الانفراد التام، لا انفرد عن أصله بضم الأذن ها وسحقا والأكل حيث تصرف، وكذلك العسر واليسر هذه انفرد بها هو بين العشرة. طيب ووافقه يعقوب في ضم الألفاظ التالية اللي هي إيش؟ أكلها والرعب، وفي أيضا خطوات لأنهم أصلهم يسكن، وسحت هذه خلينا نرجع لها بعدين، شغل لأن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، هذا أهل السماء يقرؤون هكذا،
لكن هم قرأوا إيه؟ شغل كالكوفيين. رحمن هو قال ورحمن سوى الشامي، ورحمن بالإسكان ها في الشاطبية قال ورحمن سوى الشامي، يعني الكل بالإسكان إلا الشامي، الشامي يضم رحما يعقوب وأبو جعفر يوافقان الشامي فيقرآن بالإيه أقرب إيه رحما بالضم. إذن الألفاظ مرة أخرى: أكلها، الرعب، خطوات، سحت، شغل، رحما. طبعا واحد يقول طب السحت ما هو يعقوب بيضمها، صح؟ يعقوب بيضمها ولا لا؟ هو قال وفي كلمات السحت بالإسكان، خد بالك معطوف على إسكان، وفي كلمات السحت عمة نهى فتن، لكن يعني قد يغتفر للناظم أنه دخلها يعني من ضمن الألفاظ اللي يضمها عموما، يعني سواء وافق أو خالف أصله. لكن الألفاظ الأخرى اللي يأكلها والرعب وخطوات وشغل ورحما، هذه كلها أصله يسكنها، أصله اللي هو أبو عمرو يسكنها، وكذلك إيه نافع، ولكن يعني دخل معها سحت عشان تندرج في الألفاظ التي يضمها. وإن كان الأصل يعقوب يضم كلمة السحت في الأصل، هذه بس الكلمة الوحيدة اللي يعني خرجت عن الإيه اصطلاح الناظم. طبعا الكلمات هذه كلها سواء منكرة معرفة، يعني في بعضها لم يأتي إلا منكرا زي مثلا كلمة خطوات وشول، وفي بعضها جاء منه معرف ومنكر زي الرعب ورعب، هذه سواء معرف أو منكر فهو يأتي كما قال في مقدمته: كذلك تعريفا وتنكير نسجلا. طبعا هذه الألفاظ عددها وكلها احنا قلنا، والرعب وكذلك خطوات والسحت وشغل ورحما. طيب ثم ذكر بعض الكلمات التي ضمها يعقوب، ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا حما. ونذرا صحابهم حموه في الشاطبية، ونذرا ها صحابهم حموه، هذا ايش اسكان، هذا معطوف على الاسكان، فيقول ان يعقوب خالف اصله في كلمة نذر فايه فضمها. ونكرا في الشاطبية كيف يقول؟ ونكرا شرع حق له علا، هؤلاء يسكنون من معهم الحق، معهم حق اللي هو أبو عمرو معهم، فإذا هو خالف أبو عمرو هنا فضم نذرا وضم كلمة إيه نكرا. ورسلنا وسبلنا هذه اللي هي بيختص بها أبو عمرو بإسكانها في الشاطبية، ها سواء مضافة الضمير نا أو هم أو كم، ها هي عموما لفظ الرسل حيث جاء ليعقوب يضمه، سواء أنه جاء لضمير مفرد لضمير جمع خالي من الضمائر هو يضمه، لكن اللي خالف فيه أبو عمرو خالف فيها أبو عمرو هو المضاف لضمير الإيه الجمع اللي يقوله وفي رسلنا مع رسلهم ثم رسلكم وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلة، فأبو عمرو يسكن اللي فيه الإيه ضمير الجمع، أما اللي فيه ضمير المفرد أو ما فيه ضمير أصلا فهذا الجميع إيه يضمونه. الخلاصة أن يعقوب يضمه كله، يضمه كله سواء في ضمير جمع في ضمير مفرد ما في ضمير كله يضمه، كذلك كلمة إيش سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أو اللي هي في سورة إبراهيم اللي سورة إبراهيم إيش وقد هدانا سبلنا، يقرأ بالضم كالجماعة. وكذلك خشب لأن أبا عمرو يقرأ في كأنهم خشب مسندة، وخشب سكون الضم زاد رضا حلا، وخشب سكون الضم زاد رضا حلا، فأبو عمرو يسكن إيش خشب
في سورة المنافقون، يعقوب يضمها من ضمن الألفاظ التي إيه يضمها. إذن ذكرنا الألفاظ التي اتفق ها يعقوب ومين وأبو جعفر على ضمها، وزاد يعقوب فضم هذه الألفاظ نذرا ونكرا ورسلنا وخشب خشب وكذلك سبلنا، كلها ضمها يعقوب خلافا لإيه لأصلها. طب وسيدنا الشيخ خلف الله يرحمه ايش سوى؟ ها موافق لأصله ما دام انه لم يذكره، ها ما دام لم يذكر في هذا كله فهو كأصله سواء بضم او بايه بتسكين. ان كان في ان كان اصله يضم ضم، وان كان يسكن ايه سكن، فهو مع اصله يدور معه، ولذلك لم ايه لم يذكر. ثم قال عذر نويا، عذر نويا، طبعا هو قال عذر نو يعني كلمة أو اللي جاية بعد عذرا هذه قيد، هذه إيش قيد اللي هي إيش في سورة المرسلات عذرا نو عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا. إذن قرأ روح وحده، قرأ كيف؟ عذرا أو نذرا ولا نذرا؟ عذرا لأن لسه قايلينها أهو، ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا، فهو يعني أي أن روح يقرأ إيش؟ عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا. ورويس كيف يقرأ؟ عذرا أو نذرا. طب أبو جعفر أنا بس عايزين نصحصحكم كأصله يسكن عذرا، لأن فقط يعتبر من القراء العشرة انفرد روح بالضم هنا، انفرد روح بالضم في كلمة إيه عذرا. أبو جعفر يقرأ كأصله عذرا أو نذرا بالضم، لأن نذرا صحابهم حموه يعني هو يقرأ بالضم. طيب طبعا هو احترز بأو من موضع الكهف، قد بلغت من لدني أو لدني عذرا للجميع بالإسكان، هذه ليس فيها خلاف، الخلاف في سورة المرسلات وليس فيها خلاف للسبعة، ليس فيها خلاف للسبعة، وإنما الخلاف وقع هنا فقط ها لمين؟ لروح، هو الوحيد الذي انفرد بقراءة عذرا أو نذرا. ثم قال قربة سكن الملأ، قربة سكن الملأ، أي أن أبا جعفر رحمه الله قرأ بإسكان الراء في قوله ألا إنها قربة لهم. طيب هو في حد بيعمل حاجة غير كده؟ ها طيب ورش إيش بيقرأ؟ ها قربة، ورش يقرأ إيه قربة، ومن أين شاهد ورش؟ ها قربة ضمه جلا، قربة ضمه إيش جلا، في الشاطبية قال قربة ضمه جلا، أي أن ورشا قرأ بإيش بضم قربة، ألا إنها قربة لهم. وهنا وهي طبعا من الألفاظ القليلة التي خالف فيها ورش قالونا، فطبعا الألفاظ طبعا هما بينهما كما تعرفون من خلافات الأصول ما بين المشرق والمغرب، لكن الخلافات الفرشية بينهما قليلة جدا يعني تعد على أصابع اليدين، فهذه من الألفاظ القليلة التي خالف فيها ورش قالونا فقرأ قربة لهم، ولذلك نص لأنه لو سكت لم يعرف ها هل يقرأ أبو جعفر كورش ولا كقالون، فنص عليه قال قربة سكنا. واحد يقول طيب هذه في التوبة وش جبنا احنا يعني في التوبة هنا؟ ها انه جمع الالفاظ اللي فيها التحريك بالضم، جمع الالفاظ اللي فيها خلاف بين قراءتها بالاسكان والضم فجمعها كلها مع بعضها، حتى كثير من الالفاظ هذه ليست موجودة في سورة الايه البقرة، كثير من الالفاظ هذه ليست موجودة في سورة الايه البقرة، لكن
من باب ضم المتشابهات، وهذا يعني فعل كأصله كالشاطبية يعني في ضم المتشابهات، يأتي بها في أول موضع غالبا، وأحيانا يفرقها في سورها. كنا نريد أن نأخذ يعني أكثر من ذلك، لكن إن شاء الله لعل الله يفتح المرة القادمة إن شاء الله النية والعزيمة على أن ننتهي من فرش سورة البقرة في الدرس القادم بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.